تأتي هذه الندوة استجابة للإرادة الملكية، حيث أن صاحب الجلالة كما تعلمون بعد 20 سنة من تطبيق هذه المدونة طرح قضية التعديل لتجاوز مجموعة من الاختلالات التي وقعت على مدى 20 سنة، سواء في أبعادها القانونية أو أبعادها القضائية. بما أنني متخصص في العلوم الشرعية، سأتحدث عن مجموعة من المرتكزات التي تقوم عليها مدونة الأسرة، خصوصا أن مدونة الأسرة مبنية أساسا على الفقه عامة والفقه المالكي بصورة خاصة. كل مسائل المدونة لا تخرج أبدا عن نطاق الفقه الإسلامي العظيم الواسع بقواعده ومقاصده. ومعلوم أن صاحب الجلالة دعا إلى الاجتهاد باعتبار أمير المؤمنين، دعا إلى الاجتهاد، وهذا الاجتهاد يكون فيما ليس قطعيا، يعني فيما لا نص فيه قطعيا. وصاحب الجلالة كان واضحا في ذلك عندما قال بصفة أمير المؤمنين فإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. ومعلوم أن المجلس العلمي الأعلى وهو أكبر هيئة أو الهيئة المخولة لإفتاء في القضايا العامة التي تخص المملكة ممثلة أيضا في هذه اللجنة، ومطلوبة لوضع مقترحات ولاستشارتها في هذا الأمر. فيما يتعلق فيما ينبغي أن يغير، هذا أمر يشترك فيه الشرعي بالقانوني بالقضائي بالاجتماعي بالحقوقي، أمور كثيرة، ولكن هناك قواعد لا ينبغي أن تمس بها، لا ينبغي المس بقواطع الشريعة، لا ينبغي المس بعادات المغاربة وعرفهم. هذه مدونة هي مغربية، ينبغي أن تتلائم مع المجتمع المغربي بكل ما فيه من مكونات وبكل ما لديه من عادات وأعراف، لأن كل نبتة توضع في تربة يعني غير تربتها فمصيرها إلى الذبول. لا تسقط الحضانة عن المرأة إلا في الحالات التالية. اليوم نلبي نداء صاحب الجلالة، وقد برعاية صاحب الجلالة وكذلك أستاذ العميد أستاذ عبادي ارتأينا إلى تنظيم ندوة يحضر فيها فقهاء ويحضر فيها قضاة وأساتذة من أهل الاختصاص، والمغزى من هذه الندوة هو أن نقوم بقراءة ليست قراءة عادية ولكن بقراءة يعني كريتيكابل لمدونة الأسرة. فلا يمكننا أن ننكر بأن مدونة 2004 كانت سابقة وهي ستظل سابقة، لكن التطبيق أبان بأنها تحتاج، هناك بعض النصوص القانونية التي تحتاج إلى تحديد، وهناك أخرى التي تحتاج إلى يعني على مستوى التطبيق كان هناك خروقات، فنحن نحاول عن طريق هذا النقاش أن نتطرق إلى هذه الخروقات وأن نتطرق لنقاط القوة ونقاط الضعف لمدونة الأسرة على ذكر الخروقات. يعني ممكن تعطينا شي حاجة، شي مثال؟ مثلا زواج القاصر، فيما يخص زواج القاصر فالمشرع لم يحدد ما هو السن الذي يسمح فيه للقاضي في أن يبت في وأن يعطي لوتوريزاسيون دو مارياج دي مينور. هذا من جهة. من جهة أخرى مسطرة التعدد، فهي كذلك يجب إعادة النظر في المسطرة التعدد، وكذلك فيما يخص مسطرة الشقاق يجب إعادة النظر فيما يخص مسطرة المصالحة. هنا خاص يكون مؤسسة يكونوا فيها ناس اللي من ذوي الاختصاص، ناس ديال العلم النفس، هما اللي يقوموا بهذا المسطرة ديال المصالحة. وهنالك إضافة إلى ذلك فزواج الأم الحاضنة، فلماذا الزواج يسقط الحضانة عن الأم الحاضنة؟ وكذلك حرمان مالوغوزمون القضاء يحرم الآن المرأة التي تطالب بالطلاق الشقاق من حقها في المتعة. فهذو هما بعض الخروقات التي من منظوري بأنها كاينة في مدونة الأسرة، ولكن لا يمكن أن ننكر أنها مدونة متقدمة. وكما قال صاحب الجلالة لا يمكننا أن نطالب بتحريم ما أحل الله وبتحليل ما حرم الله.